بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دلوقتي يا جماعة ده حصان حافي وماشي من غير حديد بقاله فترة. شوف ده الحفر بتاعه عامل زي الزلط زي الصخر بالظبط. الحفر ده كان لازم فيه أنبوبة كده تيجي تولعها في الحفر عشان تضطر معاك الشوك، بس احنا استعملنا السكينة والشكوش. فالناس اللي بتقول لك شغلك غلط ومش غلط، انا عارف ان الشغل ده شغل بدائي، بس ده المتاح ودي الامكانيات والحمد لله. ادعولنا بس ان احنا نستمر. شوفوا مظبوطة ولا ترحلة؟ لا هذا كل حاجة ربنا يستر. اللهم امين يا رب، علينا يا رب حجي الاجاي الزقب. لا مش سهل. شاطر في المغنيت؟ والله مرة فاتت كان مسافر راح تحت شوية وراح وضع حداي. والله يطلع بإذن الله إن شاء الله طلع. إيه السيجا؟ بس كمل جميلك بقى. في حاجة بعد تانية. إيه السيجا؟ يس 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 ايه السيجا؟ سيب يا عم جمعة كده تنزل يا حسن. ارفع دقايق بس عيب علي. عود على كل لما الغرفة دي مش عارف بس بحد يعني خص النص معاه عمره ما يفعل كل الزيت بس. حتى تدوسه في اسبوع كده او اغلى. لا حد انا الزيت يس الحفر من جوا مع الحفر من بره برضه املى الحفر كل. لا حد انا الزيت كل حد من جوا. هذا عمي هذا انت متميز. رجع كل حاجه رمي كل ده موجود عند عبد الموجود. ما تخافش خليك ما بعملش حاجة. والله ما بعمل بشغل عام. لا والله كده. سيب بقى عشان
الحصان دي كانت هتحمر منك، شوف الحمره دي ما بتطبش. يعني ما قلتش غيب كده ابدا ابدا، كان لازم يتحل على طول. انت شايف الحمر ده ولا مش شايف؟ لا شايف. هو ده بقى باسم مرض الحمره، يعني اجى في الحافر بص ما بتطبش، اوسخ تعب اوسخ مرض، فانت تحافظ وبعد كده تحدى على طول. هو بدا يشاف يعني الحفر اتحمر منه، هو رزقتك الحصان. ربنا يوفقك. اللهم امين. مفيش حد غلبان غير عدم الصحه، هو ده الغلبان يا ابني. انما اللي عنده صحه ده مش غلبان حتى لو غش حد. لو جاب لك واحد مسكين حط عندي حزون. جاب لك واحد سدك حلوة؟ جاب لك واحد مسكين حط دماغه في الطين برضه حلوة ولا وحش؟ حلوة قوي. بس مش كل المساكين والله. بس تستاهل. يس. بس يا بتاع المستشار عارف المر دي المر؟ لا المر شكله من يمة التناح كده حلال. دي بتاع رد فوزي. فوزي دي كان في المقاطعة، ده كان مشهور طلوج عالمي. ده مش هو ده؟ ايوه. لسه هتلاقيه؟ لا بنضرب على الحنين. بس هو نسي. كان بيضرب على الحنين. لا يا اخي انت نسيت. عارف ما كان بيشوف حمار؟ اه. وقوم زي ما قوم ضارب في الزنود وقال له لا يا حبيب الذهاب اللي كنت بتجيبها هناك دي ما تجيبهاش هنا. عيب عشان نفهم بعض لو كنا هنمشي سوا. خد الواد وليد اللي كان شغال في المزرعه. اه. وإذا اشتغل عندنا في تمي في مزرعه محمد احمد بشحات طلع اسمه احمد بشحات. ماشي. وجابوري بالعده بالحال. ماشي. واد اسمه وليد هو من الغزالي. عارف وليد؟ اه. جابوا له بالعيد عندنا. المهم ايه؟ قال لي اتفرج عليه. ماشي. انت اتفرج عليه 15 يوم. لا يا والله. فرد. فرد يا بس. انت الناس بتضحك قوي. انت اتفرج عليه 15 يوم، تعالى يا عم عشان نخلص في الموقف. ب 4000 ب 45 جنيه. المهم واحد قال احكم بحكم، الكلام ده من زمان يا شادي بقى له كام سنه؟ من زمان مش النهارده. معاك من 5 سنين مثلا؟ 5 6 سنين. اه. قال لي هحكم عليك حكم، قلت له حكم لو حكمت والله ما انا طالع ايه؟ احكم بالعاد. بالعاد. قال لي ب5 بار. ماشي. وقلت له على كده. امين يا سيدي. قمت مديله ب5 بار وقمت نازل اموره وشغال عليه وخلاص كده. وداني. ومن يوم. ومن يوم. ايه ده بقى صاحبه فوزي دي؟ عايز ياخده. في نفسي. قال لي زي ما تحسبه باي فلوس. اه. اي فلوس. انا عاوز الخصام. تاني. قلت له يا حول الله ما كان عندك لما اتنقل يا نحلاوي هي الدنيا كده والله العظيم عارف انت لو رنيت عليه دلوقتي انا معاك رقم وقلتها الجدع بتاع 8 بيع والمصعب المايك بالمسك دي دلوقتي اهو هتروح هديك 1000 جنيه من دي والله ما هتاخد المحفوظ في دي ايوه فوز الحلو اتنين في المقاطعه اللي كنت رايح اشيل شويه سكه ووقفها على الحصان نزلوا انا موقف قدام محل واحد كده ماشي تعملوا في الحسين ده عند واحد في الجنه انا الحسين ده عزيز وكان عندنا والقصه وقعد يبوس فيه والله العظيم الحسين ده غالي قال انت في الجنه قال لي يا عم تكون عندنا يعني ربنا يبارك فيك الحديد؟ اه. وانا
انا استاذ ولا نيل؟ لا والله استاذ بجد. الله على قدنا. لا والله استاذ بجد يعني. مش كلام يعني على قد الحال. ويا رزق اصلا. الدنيا كلها رزق. على هالشهر. بس بقول لك اسعى يا عبد. انا اسعى يا عبد. ما نمشي واقول له ربنا يفرجها بقى واللي في نصيبك بيصيبك ولا لا. لو انت نايم في البيت. نصيبك بيصير. دي السيقة بقى. لم العدة كده؟ خلاص كده؟ لم العدة بس؟ طبعا احنا قلنا يجيب قطران، الحاج جاب قطران اهو وهنحط على الحافر. القطران دي ما شاء الله يعني فايدته على الحافر والحمرة ديت ان هو بيحافظ عليه. افتح يا عم الحاج يلا نحط عليه. استجاب على طول لان هو حديد. انت حديد من ورا؟ حديد من ورا امتى؟ الاسبوع اللي فات. حديد الاسبوع اللي فات من ورا. ادي الحديد اللي ورا اهو. ادي الحديد. سيبه سيبه شغال. ايوه ايه ده هنا ايه ده؟ ايه ده هنا حديد؟ يبقى كم دهنه في اليوم بقى؟ وانت طالع الصبح كل يوم يعني ده الصبح على طول؟ اه كل يوم دهنت؟ اه هتخشوا باذن الله؟ باذن الله هتخش معاك لان الحصان ده حافي بقاله اكتر من شهر من غير حديد والحاج بيلف بيه لف كتير يعني صح؟ اه بيمشي له في اليوم حوالي 50 كيلو. بيمشي كتير؟ بيمشي كتير مبطلش. فالحافر دي ما الريل دي ما فيش فيها حمره انما الريل الثانيه فيها. ايوه اعمل اعمل تحت الداير كده. اعمل الداير من تحت. اهو حته البيضه ده والارضيه الاخرى. هوريكم الحمرة اهي يا جماعه. نسن اهي باينه في الحافله. السلام ورحمه الله. السلام. ايوه شاطر يا حاج. شاطر شاطر. احب انا الزبون اللي ايه اللي يسمع الكلام ده. قلنا له حط شحم فقال مفيش حاجة أحسن وطلع القطران راح اشتراه على طول. المتابعين هيشوفوه. في متابعين كده هتجل له؟ ها؟ هتجل له ما كفاية كده. كفاية لما تروح ده آخر النهار برضه؟ اه لما تروح كده نفضه من الطين. اه انا عارفة نفس النفس اللي بتاع دي وان شاء الله هيخف معاه لان الحمرة ديت هي اللي بتوقف الدنيا. يس يس بس سيبه هتوش الحفر منها. يس ايوه ايدها ايدها جامد. ايوه برافو عليك. سيبه بقى حتى الثانيه رخ. الثانيه ما فيش فيها بس حط لها برضه. اه حط مليانه اهو. ادي لها يا سيدي. اتفضل يا استاذ. رد عليها هيك صح. ترجع يلا الف سلامة عليك. مثلا يا سلام.